بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنان. أسأله عز وجل أن يفرج الكرب ويرفع الهم ويدفع الغم وينزل السكينة لتتغشى القلوب ويملأ النفوس بالطمأنينة ويزينها بالخشية والتقوى، وأن يجعل جوارحنا في طاعته ناصبة ولمرضاته عاملة، محبب إليها الإيمان والتقى والصلاح، ناظرة إلى ما عند رب الناس، مستغنية عن كل الناس. أسأله جل جلاله أن يملأ قلوبنا طمأنينة ورضا، وأن يديم علينا الستر حتى نلقاه، وأسأله جل جلاله العفو والعافية، فإنه سميع مجيب جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اليوم من هذا الشهر المحرم، ومن بيت الله العتيق، ومن حرمه الآمن، ومن جوار قبلة الخليلين وقبلة الأنبياء الكعبة الشريفة، نلتقي في هذا اللقاء لنتدارس موضوعا له مكانته وأهميته وشأنه بالنسبة للإنسان، وعظم الأمر عندما يكون أمرا من رب العزة والجلال، وعلو مكانة الشيء عندما يكون مذكورا في كتاب رب الأرباب جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى عظيم، وكتابه عظيم، والله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق، وكتابه جاء بالحق ونزل بالحق وبعث على رسول الحق. فهذا القرآن العظيم وآياته المباركات الهدى والنور والتبيان والفرقان، من عمل به هدي، ومن استجاب لأمره ونهيه رشد. هذا الكتاب العظيم الذي من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زجه في قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب المحفوظ بحفظ الله عز وجل. هذا النور وهذا الروح الذي أتمه الله وأكمل به النعمة
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته خير الأمم، كما قال ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكتاب الذي سنكون بخير ونظل بخير كلما كنا منه على قرب، وكلما كانت ألسنتنا تتردد بتلاوة آياته، وكلما كانت قلوبنا وعقولنا تمعن في تدبر كلماته، وكلما كانت الآذان تصغي لسماع آياته، فإن الإنسان بخير. وعلى قدر القيام بذلك مع الإيمان والتصديق والخضوع والانقياد تكون منزلة الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، حقائق القرآن عظيمة وآياته جليلة، وهذا الكتاب العظيم وهذا النور المبين وهذا الروح الإنسان هو مقصود نزول هذا الكتاب، فأنزل الله عز وجل هذا الكتاب وهو كلماته جل جلاله، أنزله لأجل هذا الإنسان وصلاحه وهدايته. فكان من أعظم النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإنسان أن أنزل الله عز وجل هذا الكتاب له لهدايته وصلاحه واستقامته. فلذلك من لم يدرك هذه النعمة فهو في حرمان وحرمان عظيم، ومن أدرك هذه النعمة فماذا فاته من الخير. فهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل ليكون لهذا الإنسان بهذه المكانة وهذا الشأن والتأثير، فالله عز وجل ضمنه الحقائق، فكل ما يحتاج إليه الإنسان من صلاح واستقامة ورشد وهداية فواجد ذلك في كتاب ربه. والله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله عز وجل كما قلت في آية المائدة قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الكريمة دلت على أن الله أتم لنا هذا الدين، فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، وأن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. وكان من حقائق هذا القرآن العظيم الجليل الكبرى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده جل جلاله. فلذلك المؤمن يرضى بربه عز وجل خالقا رازقا، ويرضى بربه موصوفا بصفات الجلال متسم بأسماء الكمال، وأن العبادة له وحده سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولله الأسماء الحسنى، فلا تعبدوا إلا إياه. فكانت هذه أم الحقائق القرآنية فيما يتعلق بالعلم بربنا وبحقه سبحانه وتعالى على عبيده الذين خلقهم ورزقهم. وإن
المتأمل في كتاب الله عز وجل يدرك أن هذا الكتاب العظيم بين لهذا الإنسان ما هي الغاية التي من أجلها خلقه الخالق ورزقه الرازق وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. فالغاية هي في قوله عز وجل، هو يخبر هذا الإنسان عن غاية وجوده قائلا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن هذه هي حركة المخلوقات كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والإنسان اختار أن يحقق الغاية بإرادته واختياره بعد أن عرض الله عز وجل عليه أن يحقق غاية وجوده بموجب الخلقة أو بالاختيار، فاختار أن يحقق الغاية بالاختيار. فلما اختار هذا الطريق فكان من الحكمة الربانية في نظام خلق هذا الكون وتدبيره وكذلك خلق هذا الإنسان، فجعل الحكمة لهذا لوجود هذا الإنسان هي الابتلاء والامتحان. فقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكانت الخلقة لهذا الكون بهذا التدبير وهذا النظام، وخلقة الإنسان بهذه الخلقة جامعا بين الغرائز والفطرة والعقل وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل عليه، كل ذلك وفق هذه الحكمة العظيمة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأصبح هذه الحياة الدنيا هي ميدان هذا الابتلاء والامتحان، وهي محل هذا الاختبار، ليكون بعد ذلك دار المجازات بعد مرحلة الامتحان والاختبار. وتلك المرحلة تبدأ بمفارقة الإنسان لهذه الدنيا إلى أن يسكن في أحد الدارين، إما الجنة وإما النار. هذا الفهم الكلي لمن تدبر كتاب ربه عز وجل فإنه يجد هذه الحقائق الكبرى مذكورة فيه بكل وضوح وجلاء، لا يخفى على إنسان عربي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ويدرك ذلك. يدرك ما لله من تلك الأمور العظيمة: أمر الربوبية والأسماء والصفات وحق الألوهية، ويدرك غاية وجود الإنسان، ويدرك الحكمة من وجوده ونظام هذا الكون على هذه الكيفية والطريقة، ويدرك أنه للابتلاء والامتحان، ثم يدرك أنه من كمال عدل الله عز وجل وكمال علمه ورحمته أنه بعد دار الامتحان والابتلاء تكون دار المجازات، ليحظى كل بما كسبت يداه وبما عمل في دار الابتلاء والامتحان. ونجد في القرآن الكريم أن الإنسان في هذه الدنيا لا يعمل عملا بإرادته واختياره بدون إكراه أو حركة بموجب الخلقة، وهي الحركة الطبيعية، فما كان بإرادته فهو محصي عليه، مدون عليه، سيجد المجازات عليه إذا ما وقف بين يدي ربه جل جلاله. ولذلك
تعدد في هذا الكتاب العظيم الإشارة إلى ذلك، سواء كان الخطاب لعموم الناس وعلى مختلف أعمالهم، أو بالنسبة لأهل الإيمان، أو بالنسبة لأهل الكفر والمعصية. فقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن ذلك اليوم العظيم وموقف العصاة وذهولهم حينما يعرض الكتاب وقد دون فيه كل كبير وصغير اقترفه الإنسان. فقال عز من قائل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا البيان في كتاب الله عز وجل أيضا يؤسس عند المتلقي لهذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى يحصي عليه ما عمل، ويكتب عليه ما قال وفعل. ثم أيضا نجد في القرآن وبيان أيضا ذلك على التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان كل ما يقوم به من عمل ومن قول ومن هم فكل ذلك مكتوب عليه. فإذا تفكرنا في ذلك كله فما نريد أن نتحدث عنه فهو في ظل هذا الأمر. هي آية من كتاب ربنا عز وجل في سورة مباركة كريمة، سورة فاطر، قول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. إليه يصعد الكلم الطيب. من حقائق القرآن أن الذي يحاسب هو الله جل جلاله، ومن حقائق القرآن أن العمل لا يقبله الله حتى يكون مقصودا به وجه الله ومرادا به الله جل جلاله، وحتى يكون ذلك العمل ناتجا عن إيمان بالله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقين بما في كتاب الله من الحق. فإذا كان الإنسان مؤمنا وخرج منه العمل الصالح فيقبله الله عز وجل، فأصبح الإيمان وقصد وجه الرحمن بذلك العمل والموافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه أمور بها يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والمؤمن الذي امتلأ قلبه علما بربه فعلم أن هذا الوجود من خلقه والأمر بيده، وعلم أنه موقوف بين يديه وأنه مجازا على ما عمل
وأن الله عز وجل أعد للمحسنين دارا وللمسيئين دارا، وأن الناس فقراء والخلق كلهم فقراء، وأن الغني واحد هو الله جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وعلم أن الخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا، وتيقن ذلك من أعماق قلبه، فحين يعمل الصالحات لا يتعلق قلبه بالمجازاة عليها إلا من الله سبحانه، لأنه يعلم أن الناس لا يملكون جنة فيجازوه على عمله، وإن أساء فلا يخاف من أحد إلا من الله، لأنه يعلم أن الناس لا يملكون نارا يدخلوه ويخلدوه فيها، وإنما ذلك لله وحده. فلذلك ليس للمؤمن شيء يفرحه ويطمئن إليه عندما يعمل العمل الصالح من علمه وتيقنه بأن الله علم، وأنه أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فلا طمأنينة ولا رضا ولا طلب مكافأة ومجازاة على ما عمل أرضى لنفسه من أن يوكل هذا الأمر لله جل جلاله الكريم المتعال، جل جلاله البر الرحيم سبحانه وتعالى. فالمؤمن يكفيه عندما يعمل الصالحات تيقنه أن الله علم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال عز من قائل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذا هو محل الرضا عند المؤمن عندما يبذل الجهد ويقدم ويضحي ويعطي ويبذل ويعبد ويطيع، فإن الذي يرضيه أن الله سبحانه وتعالى سميع مجيب بصير، وأنه عز وجل عليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. لذلك نجد في هذه الجملة في وسط هذه الآية يقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه لا إلى غيره. كم فيه من البشارة، وكم فيه من الفرح، وكم فيه من التطمين، وكم فيه من الخير العميم عندما يتقدم هنا الإشارة إلى أن هذا العمل الصالح الذي هو الكلم الطيب والعمل الصالح أنه يصعد إليه سبحانه وتعالى لا إلى أحد سواه، يصعد إليه إلى الملأ الأعلى، فيكون هذا الأمر بالنسبة للمؤمن من أعظم ما يزيده فرحا ونشوة وإقبالا على أن يزداد من فعل الخيرات. والله عز وجل يخبره أن ما يقدمه من الخير فإليه جل جلاله يصعد هذا الخير، إليه لا إلى أحد سواه. وإليه وقد علمت من القرآن أنه ملك عدل لا يضيع عنده عمل صالح، وقد علمت أنه ملك قادر غني، وأنك علمت أنه كريم منان منعم بر جل جلاله،
فلذلك في قوله إليه عندما ينطلق الإنسان مع آيات القرآن وهو يتفكر فيما ذكر الله عز وجل عن ذاته العلية من أسماء حسنى ومن صفات علا، يتفكر في ذلك فيجد الطمأنينة أن مرد ما قام به من عمل خير فإنه صاعد إلى ربه العليم الحكيم الغني المنعم الكريم الرحيم جل جلاله. فهذا إذن أمر عظيم، أقول عندما يتفكر فيه الإنسان فإنه بعد ذلك لا يؤثر فيه أن هضمه الناس أو لم يثني عليه الناس أو لم يذكره الناس بما عمل لهم من عمل طيب أو قدم من عمل خير، بل لا يكون في مقابلة الناس لما صدر منه من عمل طيب وما قابلوه وما يقابلونه من إساءة، فإنه لا يكون ذلك سببا في أن يترك العمل الصالح، لأنه إنما انطلق في ذلك ابتغاء مرضات الله وواثقا في أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ما عمل إن أتقن ذلك العمل وفق الشرط الذي وضعه الله عز وجل لقبول العمل. فإذا هذه قضية أولى يقف عندها الإنسان وتحقق في البناء الفكري والتصوري والقناعي والاعتقادي في قلب الإنسان أنه لا يقصد بعمله إلا الله، وأنه يرضى تمام الرضا أن تكون المجازات على عمله الصالح من الله، ويطمئن أن الله عز وجل لا يهضمه على عمله، بل هو واثق أن الله جل جلاله يجازي على الحسنة بأضعافها. فالأعمال عند ربنا الكريم الصالحة تضاعف لصاحبها، والجزاء للإنسان الجزاء الأوفى. فهذه الأمور، لذلك المؤمن لا يخاف، لأن من عمل للبشر وأراد المجازاة من البشر فهو يخاف أن لا يقبل وأن يهضم وأن يعطى الأقل. أما من عامل ربه الكريم العظيم فكل ذلك منتفي، فالله عدل والله سبحانه وتعالى كريم والله عز وجل منعم جل جلاله. فلذلك هذا أول ما يؤصل في هذا الأمر. ثم مسؤولية الكلمة، مسؤولية الكلمة، وأن أمر الكلمة عظيم في ميزان الله عز وجل. الكلمة تكون صلاحا وتكون فسادا، والكلمة يتحقق بها صلاح كما أنه يمكن أن يقع بها فساد. فالكلمة شأنها عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما طلب منه وسأله أن يدله على عمل يدخله الجنة، فقال احفظ عليك هذا وهذا، وأشار إلى لسانه وفرجه.
فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث أيضا أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله فيغضب الله عليه حتى يلقاه يوم القيامة وهو عليه غضبان، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات. والدخول في الإسلام بكلمة هي كلمة التوحيد، الكلمة المقدسة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أمر الكلمة عظيم. وانظروا واسمعوا ما هو الوصف الذي وصفت به هذه الكلمة التي يرضاها الله ويحبها الله ويكافئ عليها الله، وتكون سببا في إدخال الإنسان في العزة التي يمنحه إياها الله. هذا الوصف اللطيف، هذا الوصف العظيم، وهو وصف الطيب. الطيب، الله عز وجل هو الطيب، وربنا طيب، وربنا هو الطيب. والطيب اسم من أسماء الله جل جلاله، جاء ورود هذا الاسم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا الطيب اسم من أسماء الله جل جلاله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلوات الطيبات، قال: وذلك في دعاء التشهد، وكذلك قوله: والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. إذن هذا الكلام حقيقة اللطيف والكلام الطيب من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يحدثنا عن ربنا الطيب كاسم من أسمائه، ومقتضى هذا الاسم أن الله عز وجل أسماؤه طيبة، وصفاته طيبة، وأفعاله طيبة، وأحكامه وتشريعاته طيبة، وأنه جل جلاله لا يحب إلا الطيب، ولا يقرب منه إلا
الطيب. وهذه حقيقة معاني عظيمة جدا. فربنا الطيب شرع لنا كل طيب، فأحكامه طيبة لأن فيها صلاح هذا الإنسان، أحكامه وتشريعاته وما أحله لنا الطيبات، وما حرم علينا من شيء إلا لأنه فاقد لوصف الطيب. فما حرم علينا هو الخبائث، أما ما أحل لنا فهو الطيبات. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. والله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وقال: كلوا من الطيبات. فإذن أحل لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. فلذلك إذا وقف الإنسان متأملا في ذلك من هذا الأصل العظيم وهذا المنطلق الرئيس للوصف الذي وصفت به الكلمات التي تصعد إلى الله عز وجل، وصفها بالطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، فإنه يذكرنا بالأصل، وهو أن الله عز وجل هو الطيب واسمه الطيب جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى يشرع للناس الطيبات، وأنه لا يقرب منه إلا الطيب. فإذا تفكر الإنسان في ذلك وربط بين هذه المعاني المرتبطة باسمه جل جلاله الطيب، وبين تشريعه للطيبات وحبه للطيبات وبغضه للخبائث وتقريبه للطيبات وإبعاده للخبائث، فكيف لا يفرح الإنسان بأن ربه جل جلاله هذه صفته، وهذا من أسمائه؟ وكيف لا يفرح الإنسان المؤمن بشريعة قامت على هذا الأمر العظيم، شريعة تحل الطيبات وتحرم الخبائث، وشريعة تجازي ويجازي منزلها، يجازي على فعل الطيبات ويكافئ عليها ويعطي العطاء الحسن ويعاقب على الخبائث؟ كيف لا يفرح الإنسان إذا كان يشعر بإنسانيته وبأنه يحمل عقلا سليما؟ فهل سيجد ذلك في غير شريعة الرب الطيب جل جلاله؟ وعلى هذا الأساس، من كان مدركا لهذا وعالما باسم الله الطيب وعالما بأن شريعة الله تحل الطيبات وتحرم الخبائث، وعالم بأن الله يكافئ ويعطي ويجازي بالحسنى على العمل الطيب، وأنه أقرب ما يكون هذا العبد من ربه كلما كان للطيب أقرب، وعلم أن الله عز وجل يخاطب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا الإنسان الطيب، وأن الملائكة يوم القيامة يرحبون بالمؤمنين ويذكرون لهم أن السبب في أنهم أدخلوا الجنة لأنهم كانوا من الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون: سلام عليكم، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأيضا يقال لهم: سلام عليكم طبتم،
فادخلوها خالدين، أي لما كنتم طيبين في الدنيا فبسبب طيبكم في الدنيا فأنتم تدخلون الدار الطيبة وهي الجنة. ثم نجد أن هذا الإنسان المسلم الذي انقاد لذلك كله، فإنك تجد الطيب من شأنه ومن حاله ومن وصفه ومن عمله ومن قوله، فتجده كل ذلك مرتبط بهذا الوصف الطيب. ولذلك كما أن سمعنا كلمة ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالرب جل جلاله الطيب وأثر هذا الاسم على تشريعه وعلى فعله جل جلاله وصفاته سبحانه وتعالى وحبه وبغضه، فكذلك نجد لهذا الأمر أثرا على هذا العبد المؤمن الذي انقاد لهذه الشريعة الطيبة التي جاءت من عند الرب الطيب جل جلاله. فيقول ابن القيم أيضا له كلمة أخرى عظيمة أيضا في شأن هذا العبد المؤمن الذي التزم بشريعة الله فكان طيبا، فيقول ولنتأمل ويرجع الإنسان بعد ذلك إلى نفسه، فلن تدخل الجنة إلا نفس طيبة، ولن ترحب الملائكة إلا بمن يأتي بنفس طيبة، وصاحب القلب السليم هو من يأتي بنفس طيبة وبعمل طيب. فمن هو هذا الإنسان الطيب في هذه الدنيا؟ ما هي أعماله؟ ما هو وصفه؟ أيضا لنسمع كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله لطيفة الحاجة إلى الوقوف معها، وهذه الكلمة ذكرها في كتابه العظيم زاد المعاد، فيقول رحمة الله عليه فيما يتعلق بالإنسان الموصوف بالطيب، قال: فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، يألفه ويستأنس به ولا تنفر نفسه عنه لأنه طيب ونفسه طيبة. قال: ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. إن كان الحلال أخذه واستأنس به، إن كان الحرام ودخل عليه فنفسه لا تستأنس به ويظل في قلق حتى يخرجه. قال: ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث، فتجده أبعد الناس عن ذلك كله. قال: وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه،
ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. ثم يقول: وله أيضا، أي هذا الإنسان الطيب، وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وأيضا يقول في وصف هذا الإنسان الطيب، يقول وحاله، يقول: وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. قال: وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم، فروحه طيبة وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب، فهذا ممن قال الله تعالى فيه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن الذين يقال له ويقول لهم خزنة جهنم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يقول: وهذه الفاء أي فادخلوها تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم ادخلوها. إذن هذا الكلام الطيب هو وصف الإنسان الطيب، وهو يقرب ما جاء في آيات القرآن وأحاديث السنة عن هذا الإنسان الموصوف بهذا الوصف أنه طيب، وأنه بعد ذلك سيكون من أهل الجنة دار الطيبين. فهذه الآية الكريمة تصف بابا من الأبواب التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ليكون من الطيبين، وهو بوابة الكلمة. فيقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وهنا يوقفنا العلماء على تفسير الكلم الطيب، فيذكرون أقوالا هي بمجموعها تدل أن العلماء أرادوا أن يقربوا هذا المعنى للناس. وإلا فالكلم الطيب يدخل فيه كل كلم شرعه الله عز وجل للإنسان ويحبه الله سبحانه وتعالى أن يقوله الإنسان، فهو داخل تحت هذا الوصف، تحت هذا الوصف. ولكن العلماء كما قلت أرادوا التقريب، فمنهم من قال: الكلم الطيب هي كلمة التوحيد العظيمة التي ينتقل بها الإنسان من الكفر إلى الإيمان، الكلمة العظيمة التي يأتي بها الإنسان وتوضع له في الميزان وليس له غيرها، فتطيش تلك الصحف التي ملئت
بالأخطاء تطيش أمام هذه الكلمة العظيمة. فمنهم من قال الكلم الطيب هذه الكلمة، ومنهم من قال الكلم الطيب هو ذكر الله، ذكر الله جل جلاله الذي أمر الله بالإكثار منه، وحظ أن يكون الإنسان مكثرا لذكر الله عز وجل، وذاك الثمن العظيم الذي جاء في قول الله فاذكروني أذكركم. فلذلك من العلماء من قال أن المقصود بالكلم الطيب هو ذكر الله، الذكر الذي عندما تسمعه الجبال تفرح بأن عبدا من عباد الله مر عليها وهو يذكر الله، كما قال ابن مسعود إن الجبل لينادي الجبل أمامه يقول يا فلان هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله، فإن قال نعم فرح ذلك الجبل. ذكر الله عز وجل، فمنهم من قال الكلم الطيب هو ذكر الله، ومنهم من قال الكلم الطيب هو ذاك الكلم الذي به يستبصر الجاهل ويتعلم ويخرج به من الظلمات إلى النور. إنها كلمات التعليم والبيان والإرشاد التي تجعل الحيتان في البحر والنملة في جحورها تستغفر لمعلم الناس الخير. فالعلم النافع، العلم النافع الذي يصل إلى الناس، فمن العلماء من قال الكلم الطيب هو هذا، هو هذا العلم النافع الذي يخرج من الإنسان ليعلم غيره. والصحيح في ذلك كله أن كل ذلك من الكلم الطيب، فكلمة التوحيد والشهادة هي من الكلم الطيب، وذكر الله هي من الكلم الطيب، والتعليم هو من الكلم، تعليم الحق هو من الكلم الطيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الكلم الطيب. فلذلك كل ما أحق حقا فهو من الكلم الطيب، وكلما أبطل باطلا فهو من الكلم الطيب. فيقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وما خرج عن ذلك وكان ضده فهو من الكلم الخبيث. فإذن إليه يصعد الكلم الطيب. فلذلك انظر إلى ما تتكلم به، واعلم أنه محصي عليك. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء تكلمت به فهو مكتوب، وستجده يوم القيامة في صحيفتك. والكلم الطيب هو الذي يدخلك في العزة، والكلم الخبيث هو الذي يخرجك من العزة ويدخل الإنسان في البوار والخسارة والهلاك. ومكر أولئك هو يبور، مكرهم عندما يكون كلامهم في الباطل، وعندما يكون كلامهم لأجل إبطال الحق ولأجل إقرار باطل. فالله عز وجل يقول ومكر أولئك هو يبور. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا هذه مكانة الكلمة وهذه منزلتها، فليكن هذا شأننا مع الكلمات. الله أكبر الله أكبر. أسأل الله أن يجعل كلامنا في رضاه، وأن يصون ألسنتنا عن الباطل، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.